أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلامة رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن الهيئة نجحت في تحقيق العديد من المنجزات خلال العام 2020، وذلك بالرغم من التحديات الاستثنائية الناشئة عن جائحة كورونا، حيث واكبت الهيئة توجيهات وتعليمات الفريق الوطني، وذلك من خلال العديد من المبادرات كتوعية مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة لتعزيز التدابير الوقائية بكوفيد-19 في بداية الوباء. طبعا شكل عام 2020 تحديات كبيرة بالنسبة لنا. طبعا احنا في واكبنا توجيهات الفريق الوطني ورخصنا 42 مرفق لتقديم خدمات مسح الكورونا، واجرينا اكثر من 43 زيارة تفتيشية لنتأكد من تطبيق الاجراءات. لم تتوقف الطلبات الجديدة ايضا في 2020، استقبلنا 136 طلب لفتح مؤسسات صحية جديدة، رخصنا منها 90 في الواقع، من سواء كانت مستشفيات أو مراكز طبية أو عيادات. 47 صيدلية أيضا فتحت في العام 2020، تمكننا من ترخيصها والتفتيش عليها، وستة مستودعات للصيدلة. يعني هذه طبعا يشكل إنجاز كبير لمملكة البحرين، أنه برغم الجائحة إلا أن الاستثمارات لم تتوقف. يعني مكتب الاستثمارات في صحية في الهيئة استقبل 41 طلب، 10% منهم كان حول إنشاء مستشفيات، 63% مراكز طبية، 22% منها قطاع أدوية، و5 يتعلق في مجالات مختلفة من الرعاية الصحية. في العام 2020 بالنسبة للمهنيين كان عندنا 3322 تجديد أو ترخيص جديد للمهنيين. طبعا كما تعلمون أيضا أن إمدادات الأدوية كانت مهمة جدا في العام 2020. هناك بعض الأدوية كان غير مسموح لاستيرادها أو تصديرها من بعض الدول، لكن الحمد لله تمكننا من استمرار توفير الأدوية. أكثر من 3400 دواء دخل مملكة البحرين، واستمرينا في إدخال أيضا الموافقة على 4 تطعيمات جديدة. عمل فريق الهيئة على سرعة إدخالها وتسجيلها في مملكة البحرين. هناك أيضا على صعيد الأجهزة الطبية دخلنا ورخصنا ل 1144 جهاز بقيمة 45 مليون دينار بحريني.